الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي ويؤكد رفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر، وماكرو يؤكد دعم بلاده لموقف القاهرة. رئيس الوزراء يتفقد مدينة بدر والعاصمة الإدارية الجديدة ويؤكد تقديم حوافز للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية. خلال فعاليات قمة ميونخ للأمن، شكري يعتبر تهجير الفلسطينيين خطراً على الأمن القومي المصري، ويؤكد أن القاهرة ستتخذ الإجراءات اللازمة لإدخال المساعدات لغزة. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو، تناول الجهود الجارية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكدا ضرورة التعاون للأطراف المعنية لضمان تحقيق تقدم يؤدي إلى حقن الدماء وتخفيف المعاناة الإنسانية الحالية في القطاع، بالإضافة إلى دفع مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة باعتباره المسار الوحيد القادر على تحقيق الأمن الحقيقي والاستقرار المستدام في المنطقة. وخلال الاتصال أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر القاطع برفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر بأي شكل أو صورة، وهو الموقف الذي يحظى بتوافق دولي كامل. ومن جانبه أكد الرئيس الفرنسي دعم فرنسا التام لموقف مصر. كما شدد الرئيسان على خطورة أي تصعيد عسكري في رفح لتداعياته الإنسانية الكارثية على حوالي 1.5 مليون فلسطيني بهذه المنطقة. كما حذر الرئيسان من خطورة توسع الصراع على المستوى الإقليمي، ومن ثم ضرورة الدفع السريع لجهود وقف إطلاق النار والتهدئة الإقليمية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لنجاح انتقال موظفي الدولة للعمل بالعاصمة الإدارية عبر تقديم حزمة من الحوافز للموظفين المنتقلين. وخلال تفقده الموقف التنفيذي للوحدات السكنية بمشروع زهرة العاصمة بمدينة بدر للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية، شدد رئيس الوزراء على حرص الحكومة على توفير كافة الخدمات بما يحقق الاستقرار للأسر المنتقلة. ووجه مدبولي بزيادة المساحات الخضراء والاهتمام بأعمال النظافة خلال تفقده منطقة الخدمات بالمشروع، كما تفقد المخبز الموجود بالمشروع موجها بتوفير مخبز آخر وعربات ومنافذ متحركة لتوفير الخبز. كما زار مدبولي المدارس القريبة من منطقة الخدمات، حيث كلف وزارة التربية والتعليم بتقليل كثافة الفصول وزيادة أعمال المعلمين. كما توجه رئيس الوزراء للمرحلة الثانية والثالثة من المشروع، والتي تم فيها تنفيذ نحو 70% من أعمال المرافق وبناء العمارات. هذا وتوجه أيضا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الحي السكني الثالث R3 الذي يتضمن عددا من الوحدات المخصصة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأقام مدبولي بجولة بالحي السكني، حيث تفقد المدرسة الموجودة هناك وعدة وحدات سكنية. ويقع المشروع على مساحة 1016 فدانا وبه 24,000 وحدة سكنية. وتم مؤخرا تخصيص 4,000 وحدة سكنية للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية، وسيتم تسليم الوحدات في أقرب وقت طبقا للخطة الزمنية التي تم وضعها من خلال الجهاز.
وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بضرورة المتابعة المستمرة وتنفيذ الصيانة الدورية للحفاظ على الأعمال التي يتم تنفيذها بالحدائق المركزية، ذلك لاستدامتها ولضمان استمرار الحفاظ عليها. جاء ذلك خلال تفقده الحدائق المركزية النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة، ذلك تمهيدا للتشغيل التجريبي للمشروع. وأوضح مدبولي أن هذه الحدائق تعتبر حلقة الوصل بين سلسلة من الأحياء العمرانية، وستكون إحدى الحدائق المميزة على مستوى الشرق الأوسط والعالم، ومن أكبر الحدائق حول العالم. تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 25 من مبادرة كلنا واحد بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث ولأول مرة تتضاعف أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض لتصل إلى 2148 لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية. في إطار حرص وزارة الداخلية على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، أطلقت الوزارة المرحلة 25 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، لتوفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل نسبتها إلى 40% وبجودة عالية، وتستمر فعاليتها من 16 من الشهر الجاري حتى نهاية شهر رمضان. المبادرة بتوفر للعملاء جميع الأصناف الاستراتيجية بأسعار خاصة ومتوفرة بكميات كبيرة. نشكر طبعا وزارة الداخلية والسيد رئيس الجمهورية على الاشتراك في المبادرة وبتوفير السلع وبالأسعار المميزة دي. أي مواطن هيخش سلسلة معلقة شعار مبادرة كلنا واحد هيلاقي فرق تخفيضات كبير جدا بالنسبه للسلع الموجوده، واهم من التخفيضات هي اتاحه السلع بكل انواعها بكميات يحتاجها المواطن في داخل رمضان. نشكر وزاره الداخليه وسياده الرئيس على دعمهم لينا للمشاركه في مبادره كلنا واحد للمره الاولى للمساهمه في التخفيف عن المواطن المصري، والمساهمه بتقديم افضل المنتجات بافضل الاسعار وتخفيضات كبيره خلال الفتره الحاليه حتى نهايه شهر رمضان ان شاء الله. ولأول مرة تتضاعف أعداد السلاسل التجارية والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة في المبادرة لتصل إلى 2031 منفذاً وست معارض رئيسية و44 معرضاً فرعياً و67 شادراً بمختلف محافظات الجمهورية، وجاءت مشاركتهم من منطلق وطني وبالتنسيق مع وزارة الداخلية حرصاً على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وجميعها موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها. المبادرة دي هي الداعم الحقيقي للمواطن المصري في الأسعار، وفي نفس الوقت هي المنافس القوي للسوق الموازي. وجود البضائع عندنا بكميات كبيرة وبكميات ضخمة بيدي رسالة طمأنينة للناس كلها. والله في كل حاجة، بس أنا خدت اللي أنا عايزه بس، السكر والرز. بصراحة موفرين كل حاجة، والسلع والرز والسكر كل حاجة متوفرة، والسمنة والزيت وكل حاجة متوفرة. بودرة زي الفل، والحمد لله الحاجات متوفرة، السكر ب 27 والرز ب 25. شكرا للسيد رئيس الجمهورية على مبادرة كلنا واحد، والسلع الحمد لله متوفرة. بودرة كويسة وفيها كل حاجة رخيصة، رز ب 25 السكر 27. المبادرة دي جميلة كلنا واحد، دي حلوة، بس عاوزينها تستقر، مش أيام رمضان وبس، احنا عاوزين أيام رمضان وفي العيد الكبير والعيد الصغير، ليه في استغلال بره. مبادرة طيبة وجهد مشكور من وزارة الداخلية توفير السلع. وسط إشادة كبيرة من المواطنين بهذه المبادرة، كان الإقبال على شراء السلع المعروضة في إطارها والتي تتسم بالوفرة والجودة والأسعار المخفضة والتي تمكنهم من شراء متطلباتهم بأقل تكلفة قبل بداية الشهر الكريم وخلاله. نزلت النهاردة معرفة مبادرة كلنا واحد هتبدأ النهاردة، نزلت أجيب احتياجات المنزل، والصراحة لقيت كل حاجة متوفرة هنا،
نعرض في السلع التجاريه جنبي الرز والسكر وكلها باسعار جميله، اسعار ارخص من بره. نشكر الرئيس السيسي، رئيس عظيم والله، عمل لنا المبادره كلنا واحد، جعلت كل فئات الشعب تشتري كل الاصناف وباسعار مخفضه جدا. مبادره كلنا واحد مبادره كويسه جدا، بحيث ان احنا بنلاقي كل احتياجاتنا باسعار مخفضه جدا عن اللي موجود في الاسواق بره، بنلاقي كل السلع اللي احنا محتاجينها. انا استفدت جدا جدا من المبادره، غير اي سعر بره خالص، جبت سكر ومكرونه والرز واليميش رمضان كله، بجد الاسعار فعلا فعلا جميله. في هذه الاثناء تواصل منظومه امان التابعه لوزاره الداخليه توفير كافه انواع السلع من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهوريه باسعار مخفضه. كما قامت منظومة أمان بطرح عبوات تحتوي سلع غذائية متنوعة بتخفيضات تصل نسبتها إلى 50%. ملابس زمان كلها ان شاء الله، يعني الحمد لله كل حاجه فيها اسعار ارخص من بره، وكل حاجه موجوده فيها ومتوفره فيها. لا، سعر الكرتونه موفر كتير عن بره، واسعار رخيصه في امان بصراحه ربنا. حاجات دلوقتي منفذ امان بصراحه بنشوفها احسن من بره، والجوده بتاعتها بتبقى زيها زي احسن من حاجات كتير بره، وبالنسبه للكرتونه بتاعت كلنا واحد كويسه جدا واسعارها فعلا فرقت كتير جدا. تعد مبادرة كلنا واحد داعم اجتماعي رئيسي للمواطنين في كافة مراحلها، حيث تحرص وزارة الداخلية من خلالها على دعم الأسر المصرية وتخفيف الأعباء عنهم وتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية لهم. وزارة الداخلية تواصل تقديم دعمها ومسانداتها للمواطنين من خلال مبادرة كلنا واحد، فها هي تطلق المرحلة 25 من المبادرة، والتي تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل نسبتها إلى 40% تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن التهجير القسري للفلسطينيين يعد انتهاكا للقانون الدولي لا يمكن تقبله. وخلال جلسة نقاشية حول السلام والاستقرار في الشرق الأوسط عقدت ضمن أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، شدد شكري على ضرورة تخفيف التداعيات المأساوية التي يتعرض لها سكان غزة. تواصلنا مع الجانب الإسرائيلي بشأن ما يحدث في رفح و مشكلة التهجير، وهي انتهاك للقانون الدولي الإنساني ولا يمكن تقبلها ولا تداعياتها بأي شكل من الأشكال بالنسبة للجانب المصري، وهذا يضع مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية مع الجانب الإسرائيلي، ويجب علينا أن نتجنب التداعيات المأساوية التي يتعرض إليها سكان غزة، فهي إحدى المناطق المليئة بالسكان، الأكثر تأجيجاً بالسكان الآن. قال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر أكدت لإسرائيل أن إخراج النازحين من رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة يشكل خطرا على أمن مصر القومي. وأوضح شكري أن مصر ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. فنحن نوفر كل وسائل الدعم الممكنة، ونشير بشكل مباشر أن هناك سيكون هناك تداعيات حاسمة لأي محاولة لتدفق اللاجئين عبر الحدود، ونحن ننتوي اتخاذ أي إجراءات ممكنة لإدخال الدعم إلى غزة، ولكن في حال أي اختراق للحدود سنتخذ كافة الإجراءات لمنع هذا الاختراق. أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عن قناعته التامة بأن الطريق الوحيد نحو الأمن والاستقرار في المنطقة بما فيها إسرائيل هو من خلال إقامة دولة فلسطينية. وشدد وزير الخارجية السعودي على ضرورة وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات إلى غزة.
الأولوية الآن هي لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي الحادث والجاري في غزة، فنحن الآن نركز على وقف إطلاق نار، ونحن نركز على انسحاب إسرائيلي من أراضي غزة وإنفاذ المساعدات بأسرع وقت ممكن لسكان غزة، فلا يمكن لنا تقبل أي شيء آخر دون حل هذا الوضع المأساوي الجاري في غزة وإدخال المساعدات. فنحن ندخل القليل من شاحنات المساعدات كل يوم، ونريد تدفق أعلى لشاحنات المساعدات على عبر المعابر المفتوحة، ونحن نؤمن بأن المسار الوحيد نحو الاستقرار والأمان في المنطقة هو عبر إرساء دعائم دولة فلسطينية، وبعد ذلك سنركز على أي شيء آخر. قال رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن الثاني إنه لا تزال هناك بعض الصعوبات في الجزء الإنساني من المفاوضات بشأن اتفاق غزة. وخلال كلمته في مؤتمر ميونخ للأمن، أعرب رئيس الوزراء القطري عن اعتقاده أنه إذا تم التمكن من معالجة الحزمة الإنسانية ضمن الاتفاقية فسوف يمكنهم تجاوز العقبات. المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لم تكن واعدة جدا في الأيام الأخيرة. أعتقد أنه يمكننا التوصل إلى اتفاق قريبا جدا. لا أستطيع الدخول في تفاصيل المفاوضات، لكنني أعتقد أنه إذا تمكنا من معالجة الحزمة الإنسانية ضمن الاتفاقية فسوف يمكننا تجاوز العقبات. سنظل دائما متفائلين وسنواصل الضغط دائما. وعلى هامش فعاليات المؤتمر، شدد وزير خارجية سامح شكري على أهمية تحرك الأطراف الدولية الفاعلة للضغط على إسرائيل لوقف هذه العملية العسكرية، ووقف أي محاولات لتنفيذ سيناريو التهجير القسري لأهالي قطاع غزة أو تصفية القضية الفلسطينية. جاء ذلك خلال لقائه الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، حيث تناول الجانبان التوترات التي تشهدها الملاحة في البحر الأحمر اتصالا بالأزمة في غزة، مؤكدين حرصهما على العمل المشترك لتحقيق انفراجة في الوضع المتأزم في قطاع غزة. كما أكد بوريل دعمه للدور المحوري الذي تلعبه مصر لوقف الحرب في القطاع واحتواء تداعياتها على مختلف الأصعدة. شدد وزير الخارجية سامح شكري على أهمية توفير الدعم السياسي الكامل من قبل المجتمع الدولي لكبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لإنجاح مهامها المنوطة بها بموجب قرار مجلس الأمن لتسريع إرسال شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة. جاء ذلك خلال لقائه وزير خارجية النرويج إسبن بارث، حيث شدد شكري على ضرورة تحرك كافة الأطراف الدولية الفاعلة للضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف هذه التحركات التي لن تسفر إلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة. من جانبه ثمن وزير خارجية النرويج دور مصر المحوري في عملية إيصال المساعدات الإنسانية اللازمة لقطاع غزة، وكذلك المساعي الحثيثة لاحتواء الأزمة والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع في المنطقة، مؤكدا دعم بلاده لهذا الدور المحوري الذي تطلع به مصر واستعداد النرويج للانخراط بشكل أكبر في أي جهود مصرية من شأنها استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة. أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة تحمل الأطراف الدولية عن المسؤولية القانونية والإنسانية لتسمية الانتهاكات الإسرائيلية بمسمياتها الصحيحة وتدخل لوقف تلك الانتهاكات. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في ميونخ كريم خان، حيث حرص شكري خلال اللقاء على الاستماع من المدعي العام لمجريات التحقيقات التي يطلع بها مكتبه بشأن الانتهاكات الإسرائيلية محل اختصاص المحكمة في فلسطين. من جهته قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن الحالة في فلسطين بما فيها الأوضاع بغزة قيد التحقيق والدور المستقل للمحكمة بما ينص عليه من انتهاج الشفافية في مجريات التحقيق، وهو الضامن لإنجاز العدالة.
أشاد وزير الخارجية سامح شكري بمواقف البرتغال المتوازنة والداعمة تاريخيا للقضية الفلسطينية والجهود المصرية لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. جاء ذلك خلال لقاء نظيره البرتغالي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، وتناولت المحادثات بشكل موسع تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الوزير البرتغالي دعم بلاده للدور المهم الذي تطلع به مصر وجهودها الحثيثة لاحتواء الأزمة في القطاع، مشيرا إلى تأكيده خلال اتصالاته مع نظراء الأوروبيين على أهمية تبني موقف أوروبي موحد يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية وإطلاق عملية سياسية جدية للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين باعتبارها هي السبيل الوحيد لاستعادة الاستقرار في المنطقة. كما أكد الوزيران على ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري وفاعل لوقف التحركات الإسرائيلية لاجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة والحيلولة دون الانزلاق بالمنطقة في صراع أوسع. هددت حركة حماس بتعليق مشاركتها في مفاوضات وقف إطلاق النار ما لم يتم إدخال مساعدات عاجلة إلى شمال قطاع غزة. وحمل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية سلطة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية عدم إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال هنية في بيان له إن الحركة استجابت بمسؤولية وإيجابية للوسطاء من أجل وقف العدوان، مؤكدا أن الهدف هو إنجاز صفقة تبادل تشمل خدام الأسرى أيضا. وشدد هنية على أن الحركة لن ترضى بأقل من الوقف الكامل للعدوان وانسحاب جيش الاحتلال خارج القطاع ورفع الحصار الظالم وتوفير المأوى الآمن والمناسب للنازحين والمشردين بسبب جرائم الاحتلال وعودة النازحين خاصة إلى شمال القطاع ووقف سياسة التجويع والالتزام بإعادة الإعمار. في المقابل أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الاتفاق مع الفلسطينيين لن يتم إلا من خلال مفاوضات مباشرة بين الجانبين دون شروط مسبقة. واعتبر نتنياهو طلبات حركة حماس في مفاوضات الهدنة ضرب من الخيال، زاعما أن العملية العسكرية التي تقوم بها قواته في قطاع غزة تؤتي ثمارها متعهدا بمواصلتها. وردا على التظاهرات التي تنادي بتغيير الحكومة الإسرائيلية أكد نتنياهو أن الانتخابات هي آخر شيء تحتاجه إسرائيل الآن، كما رفض التقارير الدولية التي تتحدث عن التدهور الاقتصادي في إسرائيل زاعما أن بيانات الاقتصاد الكلي قوية. ننتقل بكم مشاهدينا الكرام مباشرة إلى تل أبيب، حيث تشهد الشوارع تظاهرات حاشدة منددة بحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقد أغلق آلاف المتظاهرين الشارع المؤدي لوزارة ذلك للمطالبة بعقد صفقة تبادل فورية للمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة. كما يطالب المتظاهرون بانتخابات مبكرة وحل الحكومة الحالية. أنا كان لأذكر את כל גם הנרצחים. הזמן של תמיר עזל בקיבוץ נירוז אתמול הודיעו על עוד חטוף שנרצח. תשיבו את כולם.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتوقعات لاعتزام إسرائيل إرسال وفد إلى قطر الأسبوع المقبل لمناقشة اتفاق جديد مع حركة حماس لتبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين. يأتي ذلك في ظل استمرار إسرائيل في عدوانها الشامل على قطاع غزة وما يتسبب فيه ذلك من خلافات عميقة داخل الحكومة الإسرائيلية بسبب عدم تحقيق الأهداف المعلنة من العمليات العسكرية في غزة. كشفت صحيفة فاينانشال تايمز عن أن العملية المكثفة لإسرائيل برفح قد تكون ضربة حاسمة للعلاقة المتدهورة بينه وبين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. وقال بايدن الجمعة إن الإسرائيليين لن يقوموا بأي غزو بري واسع نطاق، بينما تستمر مفاوضاته بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار للسماح بالإفراج عن المحتجزين مستمرة. يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه الانتقادات من داخل البيت الأمريكي، حيث قال جيسون كرو النائب الديمقراطي وعضو لجنتي الشؤون الخارجية والاستخبارات، قال إن بايدن بحاجة إلى أن يكون أكثر حزما مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، وأكد أنه حان الوقت للتجديد أن الولايات المتحدة لن تدعم هجوما بريا في رفح، والذي سوف يعرقل فرص تأمين صفقة المحتجزين، وهو ما سيكون صعبا للغاية بالنسبة للأمن القومي الأمريكي في المنطقة. أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن الحرب في غزة يجب أن تتوقف، داعيا إلى تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وضمان توفير المساعدات الإنسانية بشكل مستدام للقطاع. جاء ذلك خلال لقاء أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا. كما جدد العاهل الأردني رفض بلاده لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين داخليا أو خارجيا، مشيرا إلى أن ذلك يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني. وتناول اللقاء التطورات في غزة، إذ حذر من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح المكتظة بأكثر من مليون نازح جراء الحرب الدائرة في قطاع غزة. أكد وزير الخارجية أنتوني بلينكين الضرورة العاجلة للمضي قدما في إقامة دولة فلسطينية تضمن كذلك أمن إسرائيل. وأضاف بلينكين أن هناك فرصة استثنائية في الأشهر المقبلة لدمج إسرائيل في الشرق الأوسط مع رغبة الدول العربية في تطبيع العلاقات معها وفقا لتعبيره. أكد المستشار الألماني أوليف شولتس أهمية حل الدولتين لوقف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. كما أكد شولتس حق الفلسطينيين في العيش بسلام في قطاع غزة وامتلاكهم حق تقرير مصيرهم، داعيا إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي في غزة وعدم فتح جبهة ثانية على الحدود الشمالية مع لبنان. غزة اتدمرت، ما تقلش أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 28,858 شهيدا و 68,677 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023. وفي تقريرها اليومي أشارت السلطات الصحية في غزة إلى ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي 9 مجازر بحق المدنيين في القطاع خلال الساعات 24 الماضية فقط، ما أسفر عن استشهاد 83 شخصا وإصابة 125 آخرين. اليوم 34 بعد 100، ولا شيء يحيي الضمير العالمي الغائب، بما في ذلك عشرات الآلاف من الشهداء والضحايا.
وما زال الاحتلال الإسرائيلي يمارس قصفه الوحشي على قطاع غزة بلا رادع أممي، بل وبمباركة ومساعدة أمريكية. ففي البيت الأبيض حيث يقولون ما لا يفعلون، ادعت الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة تسعى من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وفي نفس الوقت تتحدث صحيفة وول ستريت عن أن الإدارة الأمريكية ذاتها تستعد لإرسال القنابل وغيرها من الأسلحة إلى إسرائيل لتعزز جرائمها الإنسانية بحق الفلسطينيين وبشحنة قيمتها عشرات الملايين من الدولارات. تلك الأسلحة التي لا يوجهها جيش الاحتلال إلا إلى المدنيين في مساكنهم ومخيماتهم، وترصدهم في رحلتهم من مكان لمكان وفي كل طريق يطرقونه. ففي رفح ملاذهم الأخير شنت طائرات الاحتلال 3 غارات على مخيم الشبورة وسط المدينة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، فيما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والحدودية الجنوبية. أما المستشفيات ومراكز الإيواء فهي الهدف الأهم لنيران دولة الاحتلال، ففي مشهدية كئيبة اعتادها العالم المتمدين وأدار لها ظهره، واصل الاحتلال جريمته باقتحام مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، حيث أسفر الاقتحام حتى اللحظة عن استشهاد العديد من المرضى بالرعاية المركزة والأطفال المبتسرين نتيجة توقف المولدات الكهربائية وتوقف التنفس الصناعي لنفاد الأكسجين. ليس هذا فحسب، بل إن قوات الاحتلال أجبرت النساء والأطفال على الانتقال من مبنى ناصر القديم دون أمتعة إلى مبنى الولادة، متخذة من الطواقم الطبية أسرى ومعتقلين. كما واصلت طائرات ومدفعيات الاحتلال وزوارقه البحرية الحربية قصف مناطق متفرقة في قطاع غزة واستهداف المباني والشقق السكنية في جنوب ووسط وشمال غزة، متعمدين بذلك إبادة جماعية لمستقبل مخيف، يدركون تماما أنه لن يتركهم ينجون بجرائمهم ضد الشعب الفلسطيني صاحب الأرض. اتهمت الرئاسة الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلي بممارسة الضم الصامت في الضفة الغربية بينما تصاعد من حربها في قطاع غزة. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل بوردينا إن قوات الاحتلال تمارس ضما صامتا في الضفة الغربية من خلال زيادة عدد المستوطنات العشوائية والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين خصوصا في مناطق الأغوار. وعلى الأرض اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم قرية الجلمة شمال شرق جنين شمال الضفة الغربية. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها. انطلاق قمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، ورئيس المفوضية الإفريقية يؤكد أن قرار العدل الدولي نصر للقضية الفلسطينية. صرح المتحدث العسكري باسم قوات الحوثي يحيى سريع في بيان بأن القوات أطلقت صواريخ على ناقلة النفط البريطانية بولوكس في البحر الأحمر، وأكد أن قوات الحوثي ستواصل منع الملاحة الإسرائيلية حتى وقف العدوان على غزة. وأضاف المتحدث باسم قوات الحوثي أنهم لن يترددوا في توسيع عملياتهم دفاعا عن اليمن، مجددا تضامنه مع الشعب الفلسطيني. ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن طهران كشفت النقابة عن أسلحة جديدة تشمل منظومة أرمان محلية الصنع المضادة للصواريخ الباليستية ومنظومة أخرى للدفاع الجوي منخفض الارتفاع. ويأتي الإعلان وسط تصاعد التوترات في المنطقة. وأوضحت وسائل الإعلام الإيرانية أنه مع إدخال الأنظمة الجديدة إلى شبكة الدفاع الإيرانية ستزداد قدرة الدفاع الجوي بشكل كبير، لافتة إلى أن منظومة أرمان يمكنها مواجهة 6 أهداف في وقت واحد على مسافة 120 إلى 180 كيلومترا. يا
أشاد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي بروح العزم والمثابرة الثابتة التي يبديها الشعب الليبي في سعيه السلمي من أجل التغيير والوصول إلى الديمقراطية والسلام والاستقرار، محذرا من أن استمرار الوضع القائم يشكل تهديدا كبيرا لوحدة ليبيا. هذا وجددت الولايات المتحدة التزامها بدعم الليبيين لتحقيق تطلعاتهم طويلة الأمد نحو اختيار حكومة موحدة تضمن التنمية المتساوية لجميع مناطق البلاد. وأكد المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند أن بلاده تشجع بقوة جميع القادة الليبيين على تنحية خلافاتهم جانبا ومنح الأولوية للصالح العام والمشاركة في حوار صادق نحو مستقبل أفضل يستحقه الشعب الليبي. أعلن الجيش السوداني تحقيق أول تقدم كبير له منذ بداية الحرب قبل 10 أشهر، إذ استعاد السيطرة على جزء من مدينة أم درمان من قوات الدعم السريع. من جانبه أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان جولة تفقدية في منطقة أم درمان للاطمئنان على سير العمليات العسكرية هناك. وخلال جولته في المنطقة التقى البرهان مجموعة من قادة الجيش السوداني، مشيدا بما حققه الجيش من تقدم ميداني أمام قوات الدعم السريع. أعمال الدورة 37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم. وتستمر فعاليات القمة لمدة 2 تحت شعار تعليم إفريقيا الصالحة للقرن 21 وبناء نظام تعليمي مرن لزيادة الوصول إلى التعليم الشامل والجودة مدى الحياة والتعلم ذي الصلة في إفريقيا. وتناقش القمة وضع السلام والأمن في القارة والنظر في تقرير مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد والنظر في قضية تغير المناخ الحاسمة، وسيدفعون من أجل إجراء إصلاحات عالمية للمؤسسات المالية. كما سيطلق القادة أيضا خطة التنفيذ العشرية الثانية لأجندة الاتحاد الإفريقي 2063. أكد رئيس المفوضية الإفريقية موسى محمد فقيه بأن قرار محكمة العدل الدولية يعد انتصارا لكل الدول المساندة للقضية الفلسطينية. وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال قمة الاتحاد الأفريقي بأن غزة تتعرض للإبادة بشكل كامل ويحرم شعبها من كل حقوقه، وأن العدوان الإسرائيلي على غزة لا شبيه له في تاريخ الإنسانية، مشددا على وجوب حصول الشعب الفلسطيني على كامل حريته وحقه في بناء دولة مستقلة ذات سيادة. أكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن العدوان الهمجي على غزة واستمرار الاحتلال يفتقد لأي شرعية. وخلال كلمته في افتتاح قمة الاتحاد الإفريقي شدد أبو الغيط على أن وحشية الاحتلال تعكس عجزا دوليا، مثمنا كل المواقف الإفريقية المنحازة لقيم العدل، ولا سيما ما قامت به دولة جنوب إفريقيا لمحاسبة الاحتلال وفضح جرائمه أمام محكمة العدل الدولية. لا زال قطاع غزة يشهد حربا همجية غير مسبوقة في وحشيتها وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني. عشرات الآلاف فقدوا حياتهم وأغلبهم من النساء والأطفال. يستمر الاحتلال الذي يفتقد لأي شرعية قانونية أو أخلاقية في ارتكاب المذابح ومتابعة تنفيذ مخطط اليمين المتطرف بإفراغ الأرض المحتلة من سكانها وتحقيق التطهير العرقي. إن هذه الحرب الوحشية تعكس عجزا دوليا عن وقف العدوان برغم قوة الرأي العالمي وارتفاع صوت الرفض لهذه الجرائم. ولكن الحرب من ناحية أخرى أيقظت صوت الجنوب ووحدت مواقف الدول المتضامنة مع الحق الفلسطيني والرافضة لاستمرار آخر استعمار باق على ظهر الأرض. إننا نثمن عاليا
كافة المواقف الإفريقية التي عبرت عن الانحياز المبدئي لقيم العدالة والقانون وحقوق الإنسان. ونقول بوضوح أن هذه المواقف لابد أن تتواصل وتتعمق حتى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67. طلب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتياء العالم كله بالاعتراف بدولة فلسطين وأن يقوم مجلس الأمن بوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال. وأكد أشتياء خلال كلمته أمام قمة الاتحاد الأفريقي أن الاتحاد أصاب برفضه طلب إسرائيل الانضمام إليه بصفة مراقب، داعيا الاتحاد الأفريقي لأن يصل بصوته عاليا ومسموعا إلى كل المحافل من أجل وقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات والمطالبة بدولة فلسطينية مستقلة. الاتحاد الإفريقي أصاب عندما منع إسرائيل أن تكون دولة مراقب في هذا الاتحاد. الاتحاد الإفريقي أصاب عندما منع تسلل ممثلين عن إسرائيل إلى هذا المحفل العام الماضي وتم إخراجهم من القاعة. فليكن صوت اتحادكم عاليا ومسموعا كما هو دائما، ويطالب بوقف فوري للقتل والعدوان الذي ترتكبه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في غزة خاصة، واليوم في رفح، وكذلك في الضفة الغربية والقدس. فليكن صوتكم عاليا ومسموعا كما دائما في محاربة البرنامج الاستعمار الاستيطاني الذي تنفذه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية. فليكن صوتكم عاليا ومسموعا كما دائما من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المنكوب. هذا وشهدت أروقة الاتحاد الأفريقي نشاطا مكثفا لمصر على هامش أعمال القمة 37، حيث عقد السفير حمدي لوزة نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية ورئيس الوفد المصري عددا من اللقاءات الثنائية تناولت أولويات إقليم شمال أفريقيا خلال رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2024-2025 وتطورات السلم والأمن في دول الجوار وفي منطقتي الساحل والقرن الأفريقي، فضلا عن تناول التعاون القائم بين مصر والمنظمات الإقليمية والشركاء الدوليين لدفع مجالات التنمية والسلم والأمن في القارة الإفريقية. كما ركزت النقاشات بشكل خاص على التطورات في دولة الصومال الشقيقة وسبل دعم سيادتها ووحدة أراضيها. أدانت جمهورية الصومال الفيدرالية بشدة المحاولة الاستفزازية للحكومة الإثيوبية لعرقلة وفد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا. وأعلنت الخارجية الصومالية أن هذا الإجراء ينتهك جميع البروتوكولات الدبلوماسية والدولية، كذلك التقاليد الراسخة للاتحاد الإفريقي. ودعت الاتحاد الإفريقي إلى إجراء تحقيق عاجل مستقل وذي مصداقية في هذا العمل بما يتماشى مع بروتوكولات الاتحاد. صوماليا صومالي لاند از إليجال. قال الرئيس الأوكراني إن عدم حصول بلاده على الأسلحة لمواجهة روسيا يعزز موقف الرئيس الروسي. وفي كلمته خلال مؤتمر ميونخ للأمن أضاف زيلينسكي أن إبقاء أوكرانيا في حالة عجز مصطنعة فيما يتعلق بالأسلحة، خاصة في ظل العجز في المدفعية والقدرات العسكرية بعيدة المدى، يسمح لبوتين بالتكيف مع الوتيرة الحالية للحرب، مشيرا إلى انسحاب القوات الأوكرانية من بلدة إبليفكا المدمرة في شرق أوكرانيا جاء بسبب النقص الحاد في الذخيرة. Capabilities allows Putin to adapt to the current intensity of the war. These self-weakened. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قامت بتحسين مواقعها على الخطوط الأمامية في أربع مناطق مختلفة من بينها دونيتسك.
يأتي ذلك فيما أكد القائد الجديد للجيش الأوكراني أن انسحاب قوات بلاده من بلدة أفيفكا يمهد الطريق لأكبر تقدم لروسيا منذ مايو من العام الماضي، ذلك بعد سيطرة موسكو على مدينة باخموت. ذكر مقال نشرته صحيفة الجارديان البريطانية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طالب الكونغرس بسرعة الموافقة على حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار، ذلك لسد النقص الحاد في الذخيرة والعتاد الذي تعاني منه القوات الأوكرانية. وسلط المقال الضوء على تصريحات بايدن التي يحث فيها مجلس النواب الأمريكي على الموافقة على الحزمة الجديدة من المساعدات بعد موافقة مجلس الشيوخ عليها، والتي يقول فيها إن الإخفاق في توفير الدعم اللازم لأوكرانيا في تلك الأوقات العصيبة التي تمر بها البلاد يعد ذنبا لا يغتفر. شهد مركز شباب مساكن عثمان بمنطقة السادس من أكتوبر بالجيزة حفل تطوير منطقة مساكن عثمان الذي دشنه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. يهدف الحفل لتعزيز سبل التدريب والتأهيل للشباب والفتيات في مركز شباب عثمان بمدينة السادس من أكتوبر، والعمل على دعمهم على خلق وظائف وفرص عمل جديدة. تنفيذا للتوجيهات القيادة السياسية برعاية المواطنين والمناطق الأولى بالرعاية، شهد مركز شباب مساكن عثمان بمنطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة حفل تطوير منطقة مساكن عثمان الذي دشنه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. انطلاقة لمركز شباب مساكن عثمان وهي الأولى بالرعاية من أجل تنمية الإنسان. تنمية الإنسان بكل الفسيفساء الذي تحتاجه هذه الكلمة، من ناحية المهارات، من ناحية التدريب، من ناحية التعليم، من ناحية التربية. فاللي أنا شايفه أن مركز شباب يتحول إلى خدمات اجتماعية ورياضية وشبابية وتعليمية وتثقيفية، كل ده أمر عظيم جدا، وإن شاء الله يعني تبقى يعني مكرر في قرى مصر، وإحنا كمان عايزين نعمل كده كمؤسسة رعي مصر إن شاء الله. استغلال مراكز الشباب في المجتمعات المدنية للتثقيف والتدريب والتأهيل دي حاجة مهمة جدا، وبناء الإنسان يعني زي ما سيد علي جمعة متبني هذا الأمر، بناء الإنسان ليه دور مهم جدا، يعني كما هناك بناء في الأوطان بناء الإنسان. الحفل الذي انطلق تحت شعار من أجل بناء إنسان يحب الحياة شارك فيه عدد من مسؤولي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، ويهدف لتعزيز سبل التدريب والتأهيل للشباب والفتيات في مركز شباب عثمان بمدينة السادس من أكتوبر ودعمهم على خلق وظائف وفرص عمل. عملنا وحدة تدريب للخياطة كانت عبارة عن 6 مكانات، الحمد لله لما السيدات اتعلمت اكتذبوا تاني، بقى العدد بيزيد ما شاء الله، زي ما حضرتك شفت المشغل ما شاء الله عدد المكنات فيه زاد، والناس حست بامل وان في حاجه كويسه يقدروا يعملوها الحمد لله، يخرجوا من هم فيه على خير ان شاء الله. انا هنا في اول ما جيت كنت جايه عشان اتعلم الخياطه، ما كنتش بعرف اعمل اي حاجه خالص، بس الحمد لله دلوقتي بعرف اعمل كل حاجه، مفارش، تيشرتات، ترنجات، لدرجة وصلت معايا أن أنا عملت ترنجات في بيتي لأولادي. مشروع التطوير المقام بمساكن عثمان يهدف لبناء الإنسان وتنمية مهاراته، بالإضافة لتعزيز المواهب الفنية واكتشاف المهارات لدى النشأ الصغير. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. ونتحول مع حضراتكم الآن لآخر أخبار الاقتصاد. وإلى محمد عبد الله. إليك محمد. شكرا حكمة وشكرا شروق. إلى أخبار الاقتصاد محليا وعالميا وعربيا. أهلا بكم. انطلقت فعاليات الدورة 10 لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، وذلك تحت عنوان الاقتصاد المصري تحديات وأولويات، وذلك برعاية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. ركزت جلسات المؤتمر على مناقشة ملفات الصناعة والتصدير والسياسات المالية والنقدية وقطاع الأعمال العام والعقار ومواد البناء والاستثمار الرياضي. وركزت الجلسات التحضيرية للمؤتمر على تحديات الاستثمار وضبط سعر الصرف وتوفير الدولار وعدم استيراد السلع غير الضرورية وزيادة الصادرات المصرية.
في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط عند الإغلاق بعد أن طغت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على توقعات وكالة الطاقة الدولية التي حذرت من تباطؤ الطلب. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 74% عند التسوية لتصل إلى 83 دولارا و47 سنتا للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.49% لتصل إلى 79 دولارا و19 سنتا للبرميل. وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.45% لتصل إلى دولارين وسبع سنتات للتر. في المقابل صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.77% لتصل إلى دولار وستة سنتات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت وزارة الزراعة الروسية أن الرسوم الجمركية على صادرات القمح من روسيا ستصبح 43 دولارا و19 سنتا للطن المتري اعتبارا من 21 من فبراير الجاري. وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أنه يتم احتساب معدل رسوم التصدير على القمح على أساس سعري إرشادي قدره 248 دولارا و4 سنتات للطن المتري. أعلن وزير الزراعة الإسباني لويس بلاناس أنه سيطلب من المفوضية الأوروبية تحديث توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن الممارسات التجارية غير العادلة في سلسلة التوريد الغذائي. وعقب اجتماع مع نقابة المزارعين الرئيسية في إسبانيا أشار بلاناس إلى أن القانون الإسباني بشأن السلسلة الغذائية رائد ويمكنه أن يكون نموذجا لتحديث تشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن الممارسات التجارية غير العادلة، لافتا إلى التزام تقديم عدة مقترحات لتبسيط المتطلبات البيئية في الاجتماع القادم لوزارة الاتحاد الأوروبي في 26 من فبراير الجاري. وافقت المفوضية الأوروبية بموجب قوانين مساعدات الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة على خطة قدمتها ألمانيا بشأن مساعدات بقيمة 4 مليارات يورو. وذكرت المفوضية أن هذا الإجراء سيسهم في تحقيق أهداف ألمانيا المتعلقة بالمناخ والطاقة فضلا عن الأهداف الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي في الصفقة الخضراء الأوروبية. هذا وسيتم تمويل خطة ألمانيا من خلال صندوق الاستجابة السريعة بعد التقييم الإيجابي للمفوضية لخطة التعافي والصمود الألمانية واعتمادها من قبل المجلس الأوروبي. نهاية أخبار اقتصاد من جديد، أعود إلى شروق وحكمة. شكرا لك محمد عبد الله. أعلن الجيش الصومالي تنفيذ عملية عسكرية بالتعاون مع الشركاء الدوليين ضد تجمع لحركة الشباب الإرهابية في وسط البلاد. وكالة الأنباء الصومالية أن العملية العسكرية جرت في محافظة جلجدود، وفي سياق متصل دمر الجيش الصومالي في عملية عسكرية قواعد لحركة الشباب الإرهابية في عدة مناطق بمحافظة شبيل السفلى جنوب الصومال. وعن أخبار الرياضة والملاعب يقدمها لنا من جديد محمد عبد الله. إليك محمد. شكرا شروق وشكرا حكمة. إلى أخبار الرياضة محليا وعربيا وعالميا. فازت لاعبة المنتخب المصري للسباحة فريدة عثمان بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للألعاب المائية بالدوحة 2024. حققت فريدة عثمان الميدالية البرونزية في زمن قدره 25 ثانية و67 جزءا من الثانية لتتوج بالبرونزية الثالثة لها في بطولات العالم في إنجاز تاريخي غير مسبوق. كانت فريدة تأهلت للنهائي سباق 50 متر فراشة بعد أن احتلت فريدة عثمان المركز الثالث في تصفيات نصف النهائي بزمن قدره 25 ثانية و80 جزءا من الثانية لتتأهل للنهائي. شارك المنتخب الأولمبي في دورة غرب آسيا الدولية الودية المقرر إقامتها في السعودية خلال الفترة من 18 إلى 26 من مارس المقبل، وذلك في إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
تضم البطولة 8 منتخبات أولمبية هي السعودية، العراق، الأردن، الإمارات، تايلاند، واستراليا وكوريا الجنوبية بجانب مصر. ويدرس الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي إقامة معسكره القادم بالإسكندرية قبل المشاركة في البطولة، ومن المقرر أن يغادر المنتخب الأولمبي إلى السعودية يوم 16 من مارس المقبل. حدد الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر الثلاثاء المقبل موعدا للسفر إلى غانا لمواجهة ميديما في دوري أبطال إفريقيا. وكان الأهلي تعادل سلبيا مع شباب بولزداد الجزائرية في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، ورفع الأهلي رصيده لست نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، ويأتي خلفه يانج أفريكانز التنزاني وشباب بولزداد برصيد 5 نقاط، ويتذلل ميديما ترتيبه برصيد 4 نقاط. إلى الدوري الإنجليزي، حيث فاز فريق ليفربول فحقق فوزا ساميين على مضيفه برنتفورد ب4 أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على استاد جريفين بارك في افتتاح منافسات الجولة 25 من الدوري. بهذه النتيجة وصل ليفربول صدارته لجدول ترتيب الدوري بعد أن ارتفع رصيده إلى 57 نقطة، كما فاز أرسنال على مضيفه برنلي بخماسية نظيفة ليرتفع رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثاني. وفي مباراة أخرى لحساب نفس الجولة تعادل فريق مانشستر سيتي إيجابيا مع تشيلسي بهدف لكل منهما، وبتلك النتيجة رفع سيتي رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثالث. إلى الدوري الإسباني، حيث فاز فريق أتلتيكو مدريد على ضيف لاس بالماس بخماسية نظيفة في المباراة جمعت بينهما ضمن منافسات الأسبوع 25 من الدوري. ولحساب منافسات نفس الأسبوع فاز فريق برشلونة على ضيفه سيلتا فيغو بنتيجة 2 هدفين مقابل 1، بذلك رفع برشلونة رصيده إلى النقطة 54 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري. أعلن نادي كوانتينز البرازيلي التعاقد مع مواطنه المحترف بصفوف اتحاد جدة السعودي إيغور كورنادو. وأوضح النادي البرازيلي أن اللاعب صاحب 31 عاما قد وقع على عقد حتى فبراير 2026. كان اللاعب البرازيلي قد انضم لصفوف الاتحاد في يوليو 2021 قادما من نادي الشرق الإماراتي، وشارك اللاعب مع اتحاد جدة منذ انضمامه في 71 مباراة وسجل 16 هدفا وصنع 32 آخرين. نهاية أخبار الرياضة، أعود من جديد إلى حكمة وشروق. شكرا لك محمد عبد الله للمرة الثانية. تعمل مصر على إنشاء منطقة لوجستية بجوار منفذ رفح البري لاستقبال المساعدات لصالح غزة. يأتي ذلك لتخفيف الأعباء عن السائقين والتجدسات الموجودة بالعريش وعلى الطرق، بجانب تسهيل عمل الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع القوات المسلحة ومحافظة شمال سيناء. تضم المنطقة التي يجرى تجهيزها أماكن لانتظار الشاحنات ومخازن مؤمنة ومكاتب إدارية وأماكن مبيت للسائقين. وجولة أخيرة إلى آخر أخبار الطقس ودرجة الحرارة. بالفعل مرة ثالثة وأخيرة إلى محمد عبد الله. شكرا حكمة وشكرا شروق. إلى أخبار الطقس وأبرز درجات الحرارة المتوقعة غدا إن شاء الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى والأرجل البحرية والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء،
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى، والبداية من القاهرة 19-12، الإسكندرية 18-10، مطروح 18-10، بورسعيد 19-12، الإسماعيلية 20-12، وإلى السويس 20-11، العريش 19-11، طابة 19-10، شرم الشيخ 24-15، والغردقة 24-14، وإلى الأقصر 24-10، أسوان 24-11، الوادي الجديد 23-8، شلاتين 26-16، وحلايب 23-17. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن نترك حضراتكم مع اللقطة الأبرز لهذا اليوم. يخدم بزمان هجنا على مولدت أتم تخشبوا لمتراد ومفجع بعيني الممشلة كابينت الملخمة ويوشب بروشة بنيامين نتنياهو. אני קורא לקבינט המלחמה, הגיעו לגור כל החטופים, ועכשיו! עכשיו! תודה רבה. אני מזמינה את משפחתו של אברה מנגיסטו שמוחזק בשבי חמאס כבר כמעט 10 שנים. انتهت نشرتنا ولا يتبقى سوى التذكرة. الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي ويؤكد رفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر، وماكرون يؤكد دعم بلاده لموقف القاهرة. رئيس الوزراء يتفقد مدينة بدر والعاصمة الإدارية الجديدة ويؤكد تقديم حوافز للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية. خلال فعاليات قمة ميونخ للأمن، شكري يعتبر تهجير الفلسطينيين خطراً على الأمن القومي المصري، ويؤكد أن القاهرة ستتخذ الإجراءات اللازمة لإدخال المساعدات لغزة. انتهت نشرة 9، ولكن لا يزال هواء 9 مستمراً مع حضراتكم. يوسف الحسيني مساء الخير. ازيك يا حكمت؟ ازيك يا شروق؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كله تمام الحمد لله. ماذا لديك اليوم؟ ده احنا عندنا حاجات كتير جدا، يمكن جزء منها المكالمه الهاتفيه اللي حصلت ما بين فخامه الرئيس السيسي وايمانويل ماكرون على سبيل المثال، ده للحصر. عندنا ذكرى الاستاذ هيكل كمان، ودي حاجه مهمه جدا. عندنا بقى حاجات متعلقه بما يحدث في البلاد وابنائها من العباد. صحيح، ربنا يستر. ننتقل جنباً إلى جنب للمشاهد، جنباً إلى جنب يعني وجهاً لوجه كل واحد إن شاء الله. موافق إن شاء الله. شكراً جداً لك يا حكمة، شكراً لشروق، واستأذنكم نبدأ فقراتنا. تفضل.